الحديث إذن عن النفوذ الإيراني في سوريا ومستقبله مع الغارات المستمرة على نظام الأسد ومواقع الميليشيات الإيرانية في البلاد. معنا هاتفيا من إسطنبول سيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، حياكم الله. إذن ماذا يعني استمرار الغارات الصهيونية على نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية لإيران في سوريا؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة المشاهدين قناتكم الكريم. حياكم الله. ما يجري في سوريا أستاذي الكريم أن روسيا قد بدأت تضع يدها بالشكل الكامل، وطبعا هذا بتكليف من الرأي الأمريكي، وكل ما يوجد في سوريا عبارة عن ورشات عمل تعمل لدى أمريكا، هذا يعني لا يمكن الهروب منه. بناء عليه فأخذت روسيا التعليمات من أمريكا بوضع يدها بشكل كامل على جميع مفاصل الدولة، وباشرت بتغييب بشار الأسد الذي هو الرئيس المفترض لسوريا اليوم منذ أكثر من 6 أشهر، لم نرى أي نشاط ولا وجود لرئيس هذه الدولة. يعني حصلت اتفاقات من بدون المرور عليه ولا علمه بها ولا لم يذكر اسمه بها، حصلت مناسبات يعني مثلا ليلة القدر وعيد الفطر، هذه يعني منذ يوم خلقت سوريا إلى اليوم لم يغب رئيس جمهورية عن هذه المناسبة، غاب عنها ولم يحضرها. جائحة كورونا أيضا كان له فيها رسالة موجهة عبر التلفزيون متواضعة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بسوريا. إذا نحن الآن أمام تغييب بشار الأسد بشكل مبدئي، وسيطرة روسيا على كامل مفاصل الدولة. لسيطرة روسيا على كامل مفاصل الدولة ماذا تحتاج؟ تحتاج أولا للخلاص من إيران بشكل نهائي من سوريا، ولاحظنا كيف بدأ الصراع الروسي الإيراني وتجلى بشكل واضح تماما في الأيام الأخيرة، يعني منذ أقل من 10 أيام إلى اليوم في الجنوب، حيث أن روسيا أعطت أوامر للفرقة الرابعة بسحب حواجزها، كامل حواجزها من منطقة حوران. وهذه الفرقة التي تتبع لماهر الأسد والموالي لإيران، ورفض ماهر الأسد تنفيذ أي انسحاب، قامت روسيا بهجوم مسلح عن طريق الفرقة الفيلق الخامس الذي قوامه الجيش الوطني، جيش المصالحات وإلى آخره، وبإشراف روسي. طيب وأخذت الحواجز بالقوة. نعم، يعني بالعودة إلى هذه الغارات الأخيرة، ما أهمية المنطقة الشرقية في سوريا بالنسبة لإيران وميليشياتها الموجودة في تلك المنطقة؟ نعم، المنطقة الشرقية أستاذي الكريم وخاصة معبر القائم البوكمال، يعني القائم في العراق والبوكمال في سوريا، يشكل العنق تماما للهلال الشيعي الممتد من قم إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. وبعد أن سيطرت أمريكا على يعني بين سوريا وبين العراق توجد 3 معابر، معبر اليعروبية في الشمال في يعني على يسار نهر الفرات، ومعبر التنف الذي هو باتجاه دمشق، ومعبر البوكمال القائم. معبر التنف وضعت به أمريكا مغاور الثورة وحجبته تماما عن إيران. معبر اليعروبية سلمته لقسد وبحماية أمريكية، ولم يبقى إلا معبر القائم البوكمال. معبر القائم البوكمال يمثل العنق ويمثل الممر الإجباري اليوم لامتداد الميليشيات الشيعية باتجاه سوريا ولتحركها ولتعويض النقص الحاصل في ميليشياتها نتيجة القصف الإسرائيلي لهذه يعني يبدو القوات. كما تذكر يبدو أن الصهاينة قد تكفلوا بهذا الجانب، ولكن كيف تنظر إلى صمت نظام بشار الأسد؟ إلى أي مدى يؤكد ذلك أن سيادة الدولة بين هلالين في سوريا قد انتهت، ولم يعد للأسد أن يقرر من يبقى أو يرحل؟ تمام، يعني أستاذي الكريم احنا يعني نحن كسوريين نراقب الأوامر الإدارية، نراقب التغيرات، نراقب ماذا يحصل في سوريا، نراقب نشاط رئيس الجمهورية. أين رئيس الجمهورية؟ تصور أنه البارحة بالذات
المبعوث الروسي الخاص ألكسندر يافينيوف عين مندوبا له في منطقة في محافظة السويداء، وأعطاه وفتح له مكتبه استشاريين، وأعطاه الأوامر بأنه لا يتصل مع أي جهة أخرى إلا مع ألكسندر الممثل الخاص لبوتين. هذا كله يجري خارجا عن الأسد ولا صوت للأسد. لذلك أنا يعني من وجهة نظري أرى أنه تغييب مبدئي أولا بأول لبشار الأسد، إلى أن تضع يدها تتمكن روسيا من وضع يدها على كامل مفاصل الدولة كي لا تحصل فوضى يصعب السيطرة عليها مستقبلا، وبالتالي ستنتقل روسيا إلى تحت الاحتلال السوري، حتى لو أن روسيا لم تسميه احتلال، إلى أن تأتي أمريكا بشرق أوسطها الجديد وتقوم بما يلزم المنطقة. يعني في هذا الإطار كيف لعبت أمريكا أيضا دورا في هذا التمدد الإيراني في سوريا؟ لماذا تركت أمريكا الوضع هكذا لتحاول أن تعالجه الآن؟ يا سيدي، ما يقرب اليوم من أقل من 30 سنة بقليل عندما أعلنت كوندليزا رايز الفوضى الخلاقة وشرق أوسط جديد، وعمل على هذا الكلام منذ اجتياح أمريكا للعراق والغزو الأمريكي، ووجدت أن الوسيلة المناسبة تماما لإشاعة الفوضى في المنطقة ولإسالة الدماء وخراب الدنيا سواء كان في سوريا أو في العراق أو في حتى اليمن، هي حرب محلية بشكل أن الناس قادر على قتل بعضها، ولا يوجد أي دولة في العالم أو أي كيان في العالم قادر على أداء هذا الدور إلا إيران، لأنه حتى لو دخلت إسرائيل لتوحد الناس ضدها، أما إيران استطاعت أن تشق المجتمع السوري والمجتمع العراقي، وحتى توصلت إلى مرحلة أنها جعلت أبناء المناطق من السن العرب يقتتلون فيما بينهم، وقسم منهم ينضم إلى ميليشيات إيران. هذه الفوضى لا تقدر عليها إلا إيران، استخدمتها أمريكا كمعول الهدام في لأي بناء لإعادة بنائه مرة ثانية. الآن هذا المعول انتهى دوره، يعني لم يبقى هناك مكان للخراب ولم يبقى هناك مكان للدماء. لذلك أنا أرى أن الفوضى الخلاقة أصبحنا في نهاياتها في المنطقة، ولا بد من الاستقرار. الاستقرار قادر عليه الورشة الروسية، لأن أنا أسمي كل هذه القوات الموجودة في المنطقة سواء في سوريا أو العراق هي ورشات وليست قطعات عسكرية، ورشات هدم وورشات خراب. فتستقر المنطقة مبدئيا ولفترة بسيطة على يد الروس، إلى أن تأتي أمريكا وتأخذ شرقها الأوسط بأكمله، شرق الأوسط الجديد. يعني في الخلاصة في آخر سؤال، بعد هذه الضربات المتوالية لإيران في سوريا، هل يمكن التعويل على تصريحات واشنطن وعقوباتها على إيران ونظام الأسد لإنهاء النفوذ الإيراني في أقل تقدير في المنطقة وخصوصا سوريا؟ بدون أدنى شك، يعني العقوبات الاقتصادية والحصار على إيران لعب دورا كبيرا بإضعاف إيران، على الأقل بإمكانية تعويض الخسائر التي تخسرها في هذه المنطقة. علما بأن هنا نقطة يعني أحب أن أوضحها تماما إذا كان الوقت يسمح بأقل من دقيقة. تفضل. إيران، العقيدة القتالية لإيران هي عقيدة شرقية، يعني كما روسيا كما إيران كما ميليشيات الأسد، العقيدة القتالية الشرقية تعتمد 100% على التضحية بأكبر عدد ممكن من العناصر. أذكر أنه في أحد الهجومات، وهذه عشناها على العراق، وكان اسم الهجوم والفجري 3، خسرت إيران في يوم واحد 14,000 قتيل. 14,000 قتيل قدمتهم كأنها تقدم باكيت سجائر. لذلك إيران الآن تضرب في سوريا وتخسر
بالميليشيات بالأرواح أعداد كبيرة، يعني حتى ما يعلن هو أقل بكثير من الحقيقة. نحن أبناء المنطقة ونعرف الناس بأشخاصهم ونعرف كم أعداد القتلى الذين بعد كل يعني يحصل بعد كل غارة. لذلك إيران لا يهمها العنصر البشري، فمخزونها من العناصر البشرية كبير جدا، سواء الشباب الإيراني العاطل عن العمل أو الشباب العاطل عن العمل في العراق أو في أفغانستان، وتحت إغراءات مادية ترسل بهم ويموتوا وتعوض بدلا عنهم من هذا المخزون. نعم، شكرا جزيلا لك من اسطنبول سيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري.